بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في كلية طب الأسنان، أرحب بكم أجمل ترحيب، وإن شاء الله الكل بخير والسلامة للجميع يا رب. اليوم المحاضرة راح نغير الجو شوية، راح نتحول من الكارديو باسكولار سيستم إلى الهيماتولوجي، وراح ناخذ موضوع مهم جدا في شغلكم، هو موضوع البليدنج ديس أوردر، أو نسميه مرات احنا البليدنج دايثيسس. دايثيسس طبعا البليدنج تعرفون شنو معناه، البليدنج هو الهيموراج يعني النزف، والدايثيسس هي تندنسي، أقصد بها تندنسي، وتندنسي تعرفون شنو معناه، ميل أو نزعة، يعني هذا المريض يكون عنده ميل للنزف، مستهدف بالنزف أكثر من غيره. وديسوردر تعرفون يعني شنو معناه ديسوردر. فان شاء الله راح يعني راح نتطرق لاهم المواضيع اللي يسوينا بليدنج ديس اوردر بالبيشنت، وهي حقيقه انتم يمكن تواجهونها هوايه بالدنتستر، يعني مثلا نسوي اكستراكشن للبيشنت وبيصير عنده سيفير بليدنج، يعني اكثر من النورمال اللي احنا نسميه باثولوجيكال بليدنج، يعني اكو فسيولوجي. احنا عاده اي تروما اي سيرجري يصير فولوينج افتر ذا بروسيجر يصير بليدنج، معروف هذا الشيء. هسه انت ابسط شيء من تنجرح جرح بسيط يصير بليدنج بالمنطقه ويتوقف ورا فتره قصيره، تصير خثره، شايف المنطقه اللي تجمع بيها البلاتلت، وتصير خثره تسد المنطقه ويتوقف البليدنج. انت قد تساعد يعني بالعمليه، مثلا تسوي برشر تلف المنطقه اذا خارجيه، اوكي. مثلا انت بالدنتستري ممكن تخلي فت قطنه، تقول للمريض يضغطها، تخلي بيها فت ماده اضافيه، يتوقف النزف. بس مرات اكو مرضى عندهم نزف، يعني يصير نزف كلش هواي، نزف اكثر من الطبيعي اللي هو باثولوجيكال بليدنج، فذول عندهم اندرلاينج باثولوجي، اندرلاينج باثولوجي تخليهم شنو عندهم هذا التندنسي، عندهم بليدنج تندنسي. فان شاء الله في هالمحاضره راح ناخذ المواضيع اللي تسوي بليدنج تندنسي. هاي اللي امامكم صور هي يعني اكزامبل للتايب اوف بليدنج. مثلا هنا عندنا ميوكاس بليدنج، ميوكاس بليدنج، هذا الميوكوس بليدنج هنا شو نسميه بالنوز؟ نسميه ابيستاكسس. ابيستاكسس واكو تو تايب، اكو انتيرير واكو بوستيرير، يعني هذا يجي من الميوكوس ممبرين مال النوز. وتعرفون شنو ابيستاكسس؟ يعني نسميه بالعربي احنا نسميه الرعاف. هذا ممكن يصير بالبلاتلت ديس اوردر، ممكن يصير بالباسكولار ديس اوردر. هاي اللي هنا تشوفونه هذا الالبو جوينت صاير بيه سولينج وصاير بيه اريثيما، هذا بلاد كولكشن صاير انسايد ذا جوينت، نسميها هيمو اريثروسس. هيمو معناها بلد، واريثروسس هو شنو؟ الجوينت، يعني ابنورماليتي بالجوينت. فهنا صار شنو؟ صار بليدنج انسايد ذا جوينت. وهاي الحاله نشوفها وين؟ نشوفها تبكلي بالهيموفيليا. بالهيموفيليا، فهذا التشايلد هو بوي وهو هيموفيليك، هيموفيليك بوي. هنا عندي شنو؟ عندي كوتينيوس بليدنج، كوتينيوس بليدنج. فهاي النقاط الصغار نسميها احنا بيتيكي او نسميها بربرا، ومن تصير لارج هيجي ومتحدة سوية نسميها ايكيموسس، اللي هي بالعربي نسميها كدمة. والبربرة تعرفون شنو معنى كلمة بربرة؟ جاية من بربل، والبربل هو تعرفون شنو يعني؟ بنفسجي. اللي هنا أيضا سوالنج بالجوينت، أيضا هيمو أريثروسس، وأيضا كيس أوف هيموفيليا تقريبا مقاربة لهاي. فاحنا تبكلي إذا يصير بليدنج بالني أو بالإلبو هو موست لايكلي هذا شنو؟ الكيس هيموفيليا. هذا انتم تشوفون اكثر من يعني من البقيه اللي هو الجنجيفال بليدنج، وهذا ايضا من الميوكوكوتينيوس بليدنج، ممكن يصير ديو تو سيستميك ديزيز يعني بليدنج تندنسي، ممكن يصير ديو تو لوكال كوز مثل جنجيفايتس سكيرفي. هاي هنا الليك اي الفوت ايضا صار بها ميوكو، صار بها كوتينيوس بليدنج، كوتينيوس بليدنج. ممكن نشوفه هذا بالبلاتلت ديس اوردر، ممكن نشوفه بالفاسكولايتس، الفاسكولايتس ايضا تعطي نفس البكتشر. فاكو ايكيموسيس واكو بيتيكي اكو باربرا. قبل ما نتكلم عن الباثولوجي لازم نعرف شوي الفسيولوجي، نراجع الفسيولوجي. احنا من يصير بليدنج الايقاف مال البليدنج البروسيس نسميها هيموستاسيس، هيموستاسيس تعرفون هيمو معناها بلاد وستاسيس معناها هولدنج او ستوبنج، يعني ايقاف النزف. هاي البروسيس هي الفسيولوجي اللي توقف لنا النزف. اكو بيها فور فيسز، يعني اكو اربع اطوار، اكو الفاسكولار فيس، اول فيس هو الفاسكولار يعني اول مره البلد فيسز تشتغل، بعدين البلدلت فيس، وراها يصير الكوجيليشن فيس، واخير شيء هو الفيبرينوليتيك فيس. فهذني الاربع فيسات يصيرن بالهيموستاسيس بالفسيولوجيكال
process. هسه صار البليدنج. اكو تو تايب من الهيموستاسيس. اكو عندنا شيء نسميه برايمري هيموستاسيس واكو سكندري هيموستاسيس. البرايمري هو البدايه والسكندري يجي بعد البرايمري. بس ايش وقت يصير عندنا اكسبوجر اوف ذا بلود تو ذا سب اندوثيليال كونكتيف تشو فولوينج سيرجري تروما اور ديزيز انيشيت برايمري اند سكندري هيموستاتيك بروسيس. يعني حتى يبدي البرايمري لازم اكو فد انجري صايره للبلد فيزلز بحيث السب اندوثيليال كونكتيف تشو هذا يعني فد شيء داخلي ضمن البلد فيزلز من الكونكتيف تشو يصير معرض البلد معرض مباشره له بشكل مباشر. وهذا ايش وقت يصير؟ مثلا بالتروما او السيرجري فد شيء انديوس هي السيرجري ومرات ديزيز بروسيس. تذكرون من اخذنا بالكوروناري ارتري ديزيز اخذنا الاثيروسكليروسيس. هاي الاثيروما من تصير تسوي يعني تسوي ربشر والربشر هذا يعرض السب اندوثيليال تشو للبلاد فتصير هاي العمليه مال تكوين الثرومبوس اللي تصير داخل الارتري والسل الارتري. فهي نفس الفكره نفس البروسيس. فاكو برايمري واكو سكندري هيموستاتيك بروسيس. هسه نحكي عن البرايمري هيموستاسيس. البرايمري هيموستاسيس هو يشمل لي اول فيزين اللي هنا الفاسكولار والبلاتلت فيز. فهذا شو وقت يصير؟ within a second of injury the constriction of minor vessels like arteriole, capillaries and venule and the formation of platelet plug lead to the arrest of bleeding temporarily and allow time for fibrin deposition. يعني شنو؟ يعني خلال دقائق خلال ثواني من بعد الانجري راح يصير constriction بالblood vessels اللي احنا نسميه vascular phase. وهذا وين يصير؟ بالsmall blood vessels الarteriole, capillaries, venules. لاني اصغر شيء يعني الفنيول هي مصغر الفين. الكابيلاريز تعرفون الشعيرات الدمويه. الارتريولز هي عباره عن سمول ارتريز. ويصير فورميشن اوف بلتلت بلاك. هاي احنا شو يصير من تجمع البلتلت والسدل الفتحه اللي صار من عندها ربشر او صار بيها تير. هاي البلاك اللي بلاك يعني شنو بالعربي؟ يعني فد شيء يسد الفتحه بلاك سداده. ليد تو ذا ارست اوف بليدنج تمبورارلي. هاي راح توقف للدم تسوي ستيسس تسوي ايقاف للنزف بس بشكل تمبورارلي. And allow time for fibrin deposition. الفبرين ديبوزيشن هذا يعني يجي بش وقت؟ يجي بعد الكواجيليشن فيز والفبرينوليتيك فيز، يعني بالسكندري هيموستيسس. يعني العمليه البرايمري راح تمهد للمن للسكندري، السكندري يسوي يقوي هاي الخضره، يسوي يخلي دعامه لها حتى تبقى فتره اطول. هسه السكندري هيموستيسس، البرايمري افتهمنا يصير within seconds of injury. ومن البلاتلت تشتغل والباسكولار فيس. السكندري لا عكسه، هذا الميجر رول مالته يصير من يصير بليدنج باللارج فيزلز، من يصير لارج فيزلز وهذا ياخذ وقت اطول، ياخذ مينتس ومرات دايز او اورز. فالسكندري هيموستاسيس از امبورتنت فور بليد فروم لارج فيزلز اند انفولف اكتيفيشن اوف بلازما كواجيليشن سيستم از ا ريزلت اوف ويتش ذا بلاتلت بلوك از ستابلايز. Platelet plug is stabilized by fibrin deposition اللي هي نسميها clot formation. It requires several minutes and prevent recurrent bleeding hour or days after the initial injury. يعني تقريبا واضحة الفكرة. هنا راح تسوي stabilization. الفائدة مال secondary يسوي stabilization المن للبلاتلت بلاك عن طريق شنو؟ عن طريق الفبرين deposition. وهذا قلنا هو يصير عن طريق شنو؟ عن طريق الكوجيليشن فيز والفبرينوليتيك فيز. وهذا عكس البرايمري يحتاج وقت اطول بس الفائده مالته انه راح يخليه هاي الكلوت ستيبل فور لونج ديوريشن. ستيبل فور لونج ديوريشن. الكوكيليشن ميكانيزم راح نحكي بيها عن الكوكيليشن فيز. ايش راح يصير بالكوكيليشن فيز؟ اكو طبعا تو باث واي، اكو الانترنسك باث واي واكو الاكسترنسك باث واي، واكو بعدين فد شيء مشترك نسميه الكمر باث واي. انا ما ادري اخذتوها هاي الكلوتنج كاسكيت اخذتوها بالفسيولوجي او لا، بس كفكره بسيطه انه الانترنسك باث واي هذا يصير بي اكتيفيشن. ايش وقت؟ من تصير النيجاتيفلي تشارج سيرفيسز مال البلاتلت راح يصير بها اكتيفيشن، راح يصير اكتيفيشن، يصير اكتيفيشن لمن؟ للكلوتنج فاكتور اللي موجوده بالدم اللي هي تجينا من الليفر، الليفر يصنعها. وهاي بها اكو انواع تبدي من رقم 1 الى رقم 13. فالانترنسك هذا اللي نسميه الانترنسك باث واي يعتمد على يا فاكتور، يعتمد على فاكتور 12، فاكتور 12 اللي نسميه هادمان فاكتور، ويعتمد على فاكتور 11 وفاكتور 9 وفاكتور 8.
فاكتور 8 دائما خلوا تذكروا فاكتور 8 بالانترنسك باث واي. هنا شو راح نسوي الاسسمنت هذا الفيس الانترنسك باث واي، شلون نقيمه شلون نفحصه؟ نفحصه عن طريق فحص يسمونه الاي بي تي تي اللي هو اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، هذا في التايم بالسكند على ضوء. اذا صارت ببرولونجيشن اكثر يعني اكثر من الطبيعي نفكر اكو مشكله عندنا بالانترسك باث واي، يعني عندنا مشكله بواحد من ذن الفاكتور او بالمصنع مالته، ممكن الليفر اللي يعني المكان اللي يصنعها، او ممكن اكو اسباب اخرى نعطيكم ان شاء الله بالديسوردر. اصلا من راح نحكي الديسوردر الديزيز راح نعطيكم الاسباب اللي يسوي لي مشكله بهذا الباث واي. الاكسترنسك باث واي يحتاج تشو فاكتور ريليز فروم ذا دامج سيل، باك اللي قلنا يحتمل يحتاج شنو الانترسك باث واي؟ نيجاتيفلي تشارج سيرفيسز مال البلاتلت، هذا لا يحتاج تشو فاكتور ريليز فروم دامج سيل. وهذا التشو فاكتور ايش راح يسوي؟ راح يسوي اكتيفيشن للفاكتور، راح يسوي اكتيفيشن للفاكتور 7. ال 7 خلي ببالك دائما تذكر انه الاكسترنسك باث واي دائما تذكر فاكتور 7. And this is measured by determining the PT. هنا بيش نسوي له assessment أو قياس؟ نسوي له عن طريق فحص يسموه الـ PT اللي هو الـ prothrombin time. هذا أيضا الزمن مالته بالسكند. إذا صار بـ prolongation نفكر المشكلة بالـ extrinsic pathway. وعادة احنا هذا ما نعتمد عليه، نعتمد على فشي نسميه الـ INR. ناخذ الـ PT مال المريض وناخذ نقسمها على الـ PT مال control ونشوف الـ ratio مالتهم. هل هي صار مثلا اكثر من واحد مثلا اثنين ثلاثة؟ اذا صار بها يعني اذا صارت النسبة هاي زادت معناها اكو مشكلة، اكو مشكلة بالاكسترنسك باث واي. ومرات مو مشكلة، مرات احنا نسويها حتى نخلي البلد في حالة سيولة. شو وقت تتذكرون من اخذنا بالمايوكارديال انفاكشن، من اخذنا من قلنا نعطي وارفرين نعطي الهيبارين، هذني شنو ذني راح يسوون سيولة بالدم نسميه انتي كوغيلانت، يعني انا عكس الشغل مال المطلوب مالتهم عكس الفسيولوجي. فهنا ذني ايش راح يسوون؟ راح يسوون برولونجيشن بالبي تي، الوارفين يسوي له برولونجيشن بالبي تي، ونعتمد بالاسسمنت مالتهم نعتمد على شيء نسميها الاي ان ار. هسه ما اطالبكم بالاي ان ار شنو معناها وشنو الفائده مالتها، بس انه اريد انك تعرف لانه الانترنسك الاكسترنسك باث واي نسوي له اسسمنت عن طريق البي تي. اوكي هسه راح نختصرها بهذا الدايجرام اللي هو الكلوتنج كاسكيد احنا نسميها، اللي راح يعني راح يراوين الايفكت مال الانترنسك باث واي والاكسترنسك باث واي. احنا قلنا الانترنسك ايش يحتاج؟ يحتاج النيجاتيفلي تشارج سيرفيسز اللي هي ممكن تتعرض للكولاجين والاكتيفيتد بلاتلت، والاكسترنسك قلنا ايش يحتاج؟ يحتاج التشو فاكتور اللي هو تشو ثرومبوبلاستين. هذا الاكسترنسك راح يسوي اكتيفيشن من فاكتور 7، قلنا الاكسترنسك فاكتور 7، وهذا نسوي له اسسمنت عن طريق البي تي. المحصله مالته يسوي له اكتيفيشن من فاكتور 10 الفاكتور 10. هذا الانترنسك يحتاج يحول لي يسوي اكتيفيشن للفاكتور يا هنا فاكتور 12 فاكتور 11 فاكتور 9 وفاكتور 8، والمحصله مالتهم ايضا راح تسوي الاكتيفيشن المان للفاكتور 10. فهنا الدور هذا منه تحت هذا نسميه الكومن باث واي، الكومن باث واي لانه يجمع لي الاكسترنسك باث واي والانترنسك باث واي. الفاكتور 10 بوجود الفاكتور 5 راح يسوي لي اكتيفيشن للبروثرومبين اللي هو فاكتور 2 يحول الى ثرومبين اللي هو فاكتور 3، ومن يصير اكتيفيشن للثرومبين راح يحول الفايبرينوجين اللي هو فاكتور 1 يحول الى فايبرين، والفايبرين هو هذا اللي احتاجه حتى اسوي ادعم البلاتلت حتى اسوي هذا الكوجيليشن فيس اللي قلنا هذا راح يدعم لي يقوي البلاتلت بلاك ويخليها تبقى الى دايز ويفيدني بالمن يصير بليدنج باللارج بلاد فيزلز.